ورجعنا لكم مره تانية. وصلنا معاكم دلوقتي لفقره الستات بتلعبها صح. عشان احنا حلقتنا النهارده عنوانها الامل، فقرتنا دي بتاكد لنا على ان جمله العمر مجرد ارقام في البطاقه، مش مجرد جمله بنقولها، حقيقه وواقع بنشوفه في نماذج كتير حوالينا، نماذج بتعلمنا التحدي والاصرار مهما كان عمرنا، وان مفيش حاجه اسمها العمر فات وخلاص مش هقدر اوصل لهدفي واحقق حلمي. النموذج اللي معانا دلوقتي لبطله عمرها بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 80 سنه، منهم 75 سنه بتعوم، بتكتب التاريخ بتحقيقها بطوله ورا بطوله، والشغف لسه جواها ما بيخلص. مش بس كده، هي كمان فخر وخير مثال لكل ست مصرية بتسعى انها تحقق حلمها. معانا ومنورانا نجوى غراب، احسن سباحة عالمية من ستة في العالم، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. يعني انا عايزة ازود على اللي اميرة قالته. أيوه. وانها قمر. يا سلام. ما شاء الله. الله اكبر. زي القمر والله بجد. العظيم. وكاريزماتك. يعني ده حلو قوي الكلام ده على فكره. كلنا بنحبه. كلنا ما بيحبوش. مين ما بيحبوش. انا سعيده بوجودي معاك والله النهارده، وبحب قوي قوي اللقاءات دي. بحس كمان ان في تجاوب من المجتمع المصري كبير قوي. الحمد لله. الحمد لله. احنا عرفنا طبعا ان حضرتك اهلاويه. انا طبعا انا بحب الكوره كلها. بتحب الكوره جدا والله؟ الكوره الحلوه. مين بتشوفي بيلعب كوره حلوه في بره مصر؟ انا بصي عاشقه لكل ما هو جميل. يعني ده طبيعي، الواحد لما يشوف حاجه يعني قويه صحيح. لازم ينجذب ليها. لازم. فاي لعبه جميله ببقى قاعد قدام التلفزيون ما بقدرش اتحرك. بس اكيد مش متعصبه. لا لا لا، تعصب لا زي متعصبه. ده انا لو بروح بطولات العالم اصلا وانا المصريه الوحيده ما فيش حاجه اسمها تعصب. يعني انا ما ببقاش مثلا الاولى ولا الثانيه، لكن الاجانب بياخدوني بالحضن. بنعرف يعني ايه قيمه الرياضه. مش فايتنج. لا لا صح. اتفضلي. بما ان احنا بقى بنتكلم عن الرياضه، عايزه اعرف من البدايه شغف حضرتك للسباحه اللي خلاكي لحد النهارده بتمارسيها، دي حاجه مهمه جدا. شغفي والله جه من عيلتي. انا والدي كان بطل في اولمبياد في الفروسيه. وكان ضابط بوليس. اوكي. وفاهم كويس قوي قيمه الرياضه. اصل الرياضه دي ثقافه. دي حقيقه. ثقافه فعلا. فمن واحنا اربع، احنا كنا ثلاث بنات، من واحنا اربع سنوات رمينا في حمام السباحه. لا وانت ما بتعرفيش تعومي لسه؟ لا خلاص، اللي هتعومه يعني هتعومه، ملهاش حل تاني. ده ضابط بوليس يعني. بس احنا كنا ثلاث بنات، وانما اللي تميزت في البطولات هي نجوى. يعني اخواتي التانيين طبعا، لكن عارفه دي موهبه حضرتك. موهبه. فقعدت بقى في السباحه دي، لقوني عندي موهبه السباحه في النادي على طول، اخذوني دربوني. بدات في بطولات الجمهوريه، اخذت بطولات فرديه. مش عارفه ما كانش حد يقدر عليا ليه يعني. لغايه سنه حوالي 16 سنه. وبعد كده البطولات توقفت مع كل الناس بالنسبه للجونيورز. فقعدت فتره طويله ما ادخلش بطولات. بس انا مش سباحه عاديه. انا فايتر. عايز الميه لازم تكون حد اولا قوي جنبي عشان احب اعوم. لازم يبقى في كومبيتيشن، لازم منافسه. لا تتخيلي حضرتك يا حبيبتي، انا بطلع بره علشان اقابل الاجانب الاقوياء. اهو ده عايش. ما اعرفش اوصفها ازاي. النجوى انا عاجبني قوي قوي الثقه اللي حضرتك بتتكلمي. الحمد لله. لانه ده ثقافة. يمكن حضرتك كنت تقولي الرياضة ثقافة، الثقة في النفس كمان ثقافة. أكيد والد والدة حضرتك من وانت صغيرة طبعا. احكي لي ازاي نموا فيك انك النهاردة تبقي واقفة بتتكلمي انا مش سباحة عادية. عشان اقول انا مش سباحة عادية، باردون يعني الكلمة دي يعني مش مفروض اقولها. بس لا بالعكس. بالعكس. اسفة قوي ان انا ما بحبش اكمل. بالعكس. اللي بيحصل بقى انه مش سهلة. الكلمة دي مش سهلة. عشان اوصل لها مش سهله. يعني عندي اراده قويه. برضو الاراده مش كلمه يا حبيبتي. حقيقي. الاراده دي حرمان وتحمل مسؤوليه، ويعني حرمان من حاجات كتير جدا الواحد بيحبها. الحياه العاديه الناس كلها بتحبها، انا محرومه منها. ليه؟
علشان اوصل لكلمه اللي حضرتك قلتيها من شويه. فدي حاجه مش سهله، فانا ما بقولها وانا سعيده ان انا حقيقه يعني عملت حاجات كتير قوي قوي، وحرمت نفسي من حاجات كتير قوي عشان اوصل للحاجات دي. دي التحديات اللي حضرتك واجهتيها في حياتك، فبتخليكي دلوقتي قادره تقولي انا مش بطله عاديه. انا عايزه اعرف التحديات اللي انت قابلتيها برضو حضرتك كبطله، حرمتي من ايه؟ طبعا كتير حياه واكل طبعا بقى عن طبعا 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 حضرتك، يعني انا عندي نظام فظيع جدا في حياتي من اول لما بصحى لغايه اما انام. ابتديتي نظامك ده من امتى تقريبا يعني؟ لا انا مقتنع بيها على طول. اللي هو ايه؟ اللي هو يعني نظام الاكل ولا نظام الحياه؟ كل حاجه احنا عايزين نستفيد. عايزين نقلدك. لا يا حبيبتي لا، انت ما شاء الله في ناس كتير على المستوى ده واحسن كمان. نبتدي بالايه؟ بالاكل ولا بال نبتدي بالاكل. اولا انا حارمه نفسي من ثوابت. يعني ايه ثوابت؟ يعني ما لهاش حل عندي تاني. ها نمره واحد النشويات، ما باكلش عيش خالص الا مره واحده في الاسبوع. مره واحده اهو اهو ده هو ده انا، واخد بالك؟ السكريات مانع نفسي منها تماما مره واحده في الاسبوع الا لو كان في اليوم بعد مجهود عملته. احيانا ببقى محتاجه لسكريات طبعا، اصلا السكر مش موجود عندي. لا شاي ولا على قهوه ولا مشروبات ايا كانت ولا عصاير فيها سكر تماما. ده الاساس. لكن احيانا ببقى محتاج مثلا لسكر، ممكن اخد فاكهه فيها سكريات. صحيح. لان طبعا الجسم مع المجهود بيحتاج، ما اقدرش اقول لك كده. وكمان عايزه اقول النسبه بتاعه الحرمان بتبقى 80% عشان ما بقاش يعني 100%. 80% ليه؟ لأ عندي يوم لازم اريح فيه، لازم احس بالرضا. لازم اصل عارفه الحرمان ده مش كويس. صحيح. لازم الواحد يحس ان هو راضي عشان يقدر يكمل المشوار بتاعه اللي فيه الحرمان بعد كده. فاجي اتفضلي. وقولي لنا بقى كمان، احنا قلنا بدانا بالاكل، اللايف ستايل بتاع حضرتك يعني ايه اللي حضرتك اتحرمتي منه في حياتك؟ يعني ايه اكتر حاجه النهارده وانت قاعده كده بتقولي يا نجوى انت ضحيتي بكذا عشان النهارده نبقى قاعدين فيه قدامنا على الترابيزه كل الميداليات دي؟ دي حقيقه. قولي لي الحاجه اللي انت حاسه ان هي كانت غاليه قوي عليكي وضحيتي بيها. يمكن انا بصراحه اللي انا عملته انا سعيده بيه، يعني انا عايزه اقولها بامانه. اللي انا عملته ده باقتناع وبحب وبشغف. اكيد. وسعاده. يعني انا ما بنزل واعوم مع ناس اقوياء ببقى سعيده. طبعا ممكن ما اطلعش الاولى، اطلع الثانيه، اطلع الثالثه، بس وجودي جنبهم مع خصوصا بس بطولات العالم طبعا دي كانت اقوى حاجه عملتها. كنت في فرنسا لان بحب قوي قوي اعشق اسابق مع فرنساويات، ما اعرفش ليه. ايه اللي بيميزهم بقى؟ اقوياء. اقوياء اقوياء وسريعين كمان. اقوياء يعني عندهم ما عندهمش حل تاني. اللي بيعملوها يعملوه، وانا بحب التحدي. زائد ان عايزه حضرتك اقول لك يعني انا بحب ادخل كالمراه المصريه. طبعا انا اهو انا المراه انتوا مش اجانب، انا اهو بكسب. فراعنه. امال ايه؟ لا مش فراعنه، انا بقول يعني باردون يعني الكلمه دي، انا بقول ان انا مش اقل منهم. حقيقي. متدربه زيهم واحسن منهم وبكسب معاهم. يمكن ما طلعتش الاولى في فرنسا ناسيونال يعني البطوله الوطنيه الا في سنه 2018. اخذت اثنين الاولى، اخذت اثنين ذهب من الفرنساويات. وده مش سهل يا فندم. ده مش سهل. لا لا مش سهل طبعا. اول قبل كده ما كنتش بعرف اخدها منهم. كنت بطلع الثانيه بطلع الثالثه، لكن في 18 اخذت اثنين ذهب من الفرنساويات. وكان المفروض ان انا يعني انا عشان مصريه ما مش ممكن ابقى ملقبه ببطله فرنسا. فالبعدية هي اللي بطلت فرنسا. وبعدين انا بيقولوا عليا ايه، بينزلوا لي في الانترنت بس بيحطوا رقمي انا الاول طبعا. ودي كفايه عندي طبعا كفايه. فدي لها تحدي حلو، التحدي حلو جدا والانجاز اجمل. حلوه. لم تتوقفي حضرتك في اي فتره من الفترات
خالص وترجعي تاني. يعني انا عارفه ان في سن الأربع، انا اصل الارقام دي بالنسبه لي يعني مش عايزه اقولها يعني، لا قولي قررتي تبقي تعملي بطولات. قولي الارقام دي اهم حاجه، انا هنا عشان الارقام بتاعتي يعني في سن ال 40 علشان سني اقصد يعني. في سن ال 40 حضرتك ابتديتي تشاركي في بطولات. أيوه. مين بيعمل ده في سن ال 40 وازاي؟ ما خفتيش تقولي لا اخاف من انا إيه؟ مش هقدر انا لا لا مش لا 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 انسي موضوع الخوف ده من عندي. اصل اللي خايف ده يبقى مش واثق من نفسه. صحيح. وعشان اكون واثقه من نفسي اكون لازم متدربه في كل حاجه في جميع يعني مراحل الحياه. فايه اللي هيجيب خوف؟ صحيح. اخوف اخاف لو انا عندي حاجه ناقصه عن الباقيين. لكن لما بروح انا فرنسا اروح بطوله العالم انا عارفه ارقام كل واحده وبتتدرب ازاي، انا احسن ولا هم احسن. وببقى رايحه عارفه رقمي وعارفه الترتيب بتاعي قبل ما اروح. وبعدين ده بتقعد بقى عمر يعني بكذا شهر اتدرب فيه يوميا. يعني كلمينا برضو حضرتك عن مواعيد التمرين يعني. علشان زي ما حضرتك بتقولي ما بقاش خايفه. انا لازم ابقى عارفه قدراتي وابقى مستعده. طبعا. بتستعدي ازاي لما بيبقى عندك بطوله؟ بتعملي ايه؟ بتتمرني قد ايه؟ اقول لحضرتك اولا انا عندي تمرين 5 ايام في الاسبوع ما شاء الله. بيدوني طبعا يومين، انا كان عندي مدربين هايلين طبعا مصريين كلهم. انا على فكره مصريه بس ما عنديش اي جنسيه اخرى. وافتخر بهذا. كل اللي دربوني مدربين مصريين فقط. ما فيش ولا مدرب اجنبي وما رحتش بره مصر اتدرب هنا في بلدي. وبفتخر يعني بكده. يعني صنع في مصر 100%. كله. وده يعني انا بفتخر بكده. وده دي حقيقه. اعمل ايه يعني اقولها؟ هي دي الحقيقه. صحيح. فدو يعني كان عندي مدربين 2 هايلين طبعا. وانا بسمع الكلام جدا. واللي بيقولوه بنفذه بالثانيه. عشان انا سبرنتر. عارف حضرتك يعني ايه سبرنتر؟ يعني سريعه. انا 50 بس او 100 يعني 50 سبرنتر ده اصعب حاجه لان في ربع ثانيه بتفرق. طبعا. لا تمرينات جامده جدا جدا. ليه السباحه بتاعتي؟ لان انا بدخل 4 انواع سباحه، 50 حره و50 ظهر و100 حره و100 ظهر، وبطولات العالم برضو ازود ال 200 حره. بس الحمد لله برضو جبتها 7 في العالم في روسيا. ما شاء الله. يعني الباقي كله كنت طبعا من الاوائل قوي لكن السبعه دي. فبتدرب بقى كل يوم بالطريقه دي. حوالي احيانا بتعدي ساعه، ساعه وربع احيانا. يوميا. 5 ايام في الاسبوع. 5 ايام في الاسبوع الا لما يكون مثلا جو برد زي النهارده او كده بخاف قوي على نفسي. عارفه حضرتك ليه؟ طبعا. لان اي اصابه بتمنعني عن نزول للحمام السباحه مش اقل من 10 ايام. وده بالنسبه لك طبعا؟ طبعا. زي السمك. يعني اكتئاب. يا نهار ابيض. للدرجه دي؟ اكتئاب. ما بقاش سعيده الا وانا بعوم يا حبيبتي. يعني هل ده بسبب حب حضرتك للسباحه ولا اصلا حضرتك اكيد طبعا يعني عندك تقدري تقول لنا مقالات عن تاثير الرياضه عن الحاله النفسيه؟ كتير. يعني دي مهمه جدا يعني. كتير. الناس ما بتبقاش واخده بالها خالص من الموضوع ده وبتروح بس تتمرن عشان تخس. مش اكتر يعني. لا لا يعني انا يمكن مختلفه شويه عن الباقي. يعني بس لازم الانسان يعمل نص ساعه مجهود يومي. لازم. صحيح. عشان تبصي الدورة الدموية بتتحسن ونفسيته بتتحسن. أما في المية بقى حاجة تانية بقى. يعني أنا معايا حضرتك يعني كم من الأطباء كلهم جراحين و و و كلهم على فكرة إيه يعني في الفريق وبيدخلوا سباقات. يعني مش إن هم يروحوا كده فور فن. لا 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 لا. بيدخلوا سباقات. فمرة كان في دكتور اكمل حضرتك ولا عايزه اكلمك؟ لا 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 اتفضلي اتفضلي كملي قوي. عايزين نقعد مع حضرتك بعد الحلقه والله. لا والله مبسوطه بحضراتكم يعني امارات ما شاء الله الله اكبر. فمرة كان في دكتور اوعيه دمويه من اكبر الاساتذه في مصر. وبعدين رايح يعمل عملياته. قلت له يعني يا دكتور ده انت رايح تعمل عمليه ما تروح بقى كفايه. قال لي عايزه اقول لك حاجه ان انا عشان اعمل عمليه كويس لازم اخلص التمرين بتاعي. فانا عايزه اتمرن واعوم. انا هروح في الحاله دي اعمل العمليه براحتي وانا مستريح واعملها مظبوط. ده معناته ايه؟
اهميه الرياضه، اهميه الرياضه، الصحه النفسيه، وان انا اعمل شغلي. طبعا في حاجه مهمه قوي عايزه حضرتك تتكلمي عنها، الا وهو انه حضرتك مش بس سباحه، حضرتك كمان فنانه تشكيليه. مظبوط. انهي فيهم، انهي موهبه سبقت الثانيه، وانهي فيهم اغلى على قلبك؟ والله الاثنين انا ما اقدرش اميز دي عن دي، لان دي خلقت ربنا. ربنا خلقني كده. دي صور لبعض من اعمال انا وانا برسم. الله، ده التابلو ده لذيذ موت، جميل. ده الفن للتاثير. دي ليوناردو دافنشي، دي العمليه بتاعت موناليزا. شوفي بقى قوتها. دي بقى عاشقه للحصان العربي عشان والدي. وانا كمان والله بحب الخيل قوي. وده برضو الفن التاثيري بتاعي، انا احبه قوي 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 قوي. وده برضه فن تأثيري، بس في بداية حياتي في فن التأثير شوية. ده كان 2008 تقريبا. وده برضه من اللوح الجميلة اللي أنا بعملها، كله تأثيري. ده لما كنت صغيرة بقى شوية. كنت حلوة قوي كده ليه؟ انت حلوة. لا لا انت حلوة. هو أصلا هو حضرتك أصلا كمان شكلك فعلا فنان تشكيلي، يعني والنبي جد ليه أكتر فنانة تشكيلية. صحيح. دي حقيقة. ده أنا عايش أمسك، يعني ما عندكيش فكرة قد إيه بحب الرسم. فالرسم والسباحة الاتنين ربنا خلقهم فيا، ما أعرفش بقى، ما أعرفش إزاي يعني. لا ربنا جينات يمكن. احنا قبل ما نختم فقرتنا عايز اسالك على حاجه مهمه. فضل. عن دور الوزاره في كاس العالم، عايزاك تكلميني عن ده. دور الوزاره، وزاره الشباب حضرتك. والله وزاره الشباب، انا عموما اشتركت في 6 بطولات عالم قبل كده، ولكن كل 6 بطولات عالم دول طبعا حصيلتهم 11 ميدالية عالمية، منهم 4 ميداليات عالمية في كوريا الجنوبية 2019 وكان عمري 76 سنة. طبعا أحسن مصنفة، أحسن 6 في العالم يعني. يعني أنا بطلع على حسابي. لكن وعايزة أقول لحضرتك حاجة، يعني حب قوي ان اكون مطمئنه، خصوصا ان انا داخله بطوله العالم في اليابان ان شاء الله السنه دي، مشتركه فيها عن سن 80 سنه. اليابانيات كويسين برضو يعني، مش ما اعرفش هقابل مين هناك. بس مش قليلين. مش قليلين. لا 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 لا، مفيش حد قليل في بطولات العالم دول. لا مفيش حد بيهزر خالص، لا انا ولا غيري يعني. اي هفوه كده يلا على بلدك، يلا روحوا. احنا للاسف فقر يعني وقت برنامجنا، حلقتنا النهارده خلصت، بس عايزه حضرتك تقولي قبل ما نختم كده بالروح الحلوه والشغف والمثابره اللي عندك، توجهي رساله للشباب. اوجه لهم اولا حافظوا على النعمه اللي ربنا اداها لكم وهي الصحه. ما تهدروش صحتكم. لا مش عايزه بقى اذكر ايه يعني، كل طبعا عارف كان اقول السجاير وشرب وكلام زي كده ليه. ده ربنا ادالك نعمه الصحه، حافظ عليها واشكر ربنا عليها، ما تهدرهاش، واعمل المجهود اللي ربنا طلب انك تعمله عشان تبقى سعيد. صحيح. لازم حياتك تبقى فيها ناحيه نشاط، لازم تتقسم الحياه، نشاط ومذاكره وحب وكل اللي انت عايزه بعد كده، بس المهم يكون في النص ساعه بتاعت المجهود اليومي ده. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا، نورتينا. نورتنا جدا كابتن نجوى، وكل سنه وهي طيبه وحضراتكم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده علينا، سنه كلها انجازات كتير ونفضل نحقق فيها كل اللي نفسنا فيه. بنشكركم جدا جدا، وبنشكر حضرتك على مشوارك ووجودك معانا. وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهارده، واستنونا بكره في حلقه جديده من الحريفه. باي باي.